تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان آل خليفة وزير شؤون الديوان الملكي بمناسبة الذكرى 56 لتأسيس قوة دفاع البحرين. ورفع سمو وزير شؤون الديوان الملكي إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أسماءات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية، معربا سموه عن بالغ الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين التي أسس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاها القائد الأعلى للقوات المسلحة ركائزها الأولى، حتى أصبحت اليوم الحصن المنيع للوطن وحامية مكتسباته ومقدراته. كما شهد سموه بالدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لقوة دفاع البحرين، والذي أسهم فيما وصلت إليه من مستويات متقدمة من الكفاءة والجاهزية العسكرية، بما يمكنها من أداء دورها الوطني في ظل رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه اللامحدود وتوجيهاته السديدة، متمنيا سموه لهذه القوة العسكرية مزيدا من التقدم والتطور.